بناء على توجيه دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني المحترم بأن تكون سيطرة السد هي السيطرة الوحيدة لدخول الشاحنات، اليوم قمنا بإجراء زيارة ميدانية إلى كل السيطرات من أجل التعرف على المشاكل والمعوقات التي يعاني منها أصحاب النقل البري الشاحنات الذين يعتبرهم هم شريك أساسي في دعم التنمية في محافظة نينوى. بالنسبة لسيطرة السد تم توجيه البلدية والبلديات بالمباشرة فورا بعملية تنظيم المواقع حتى تكون مهيئة لاستقبال الشاحنات بأعداد كبيرة، وننتظر لستة من تقدم لنا من قبل الجمارك حتى تبين آلية العمل في هذا الموقع، وسنتواصل مع مكتب رئيس الوزراء حتى يتم تطبيق ما أمر به دولته في 1/6. وأيضا تم لقاء في مع المتظاهرين في سيطرة الشهيد سبهان من أجل التعرف على المطالب المشروعة. نحن نعلم جيدا أن الدستور العراقي والقانون العراقي كفل للمتظاهرين حقهم الدستوري بممارسة أعمال التظاهر بطريقة سلمية على أن لا يؤثر ذلك على الطرق العامة أو على الممتلكات العامة أو الخاصة. مع هذا تم استلام هذه التظاهرات بشكل مكتوب، وشكلنا لجنة وسيتم اختيار عدد من الممثلين المتظاهرين من أجل دراسة أهم المشاكل والمعوقات حتى تكون هناك رسالة حقيقية أن حكومة نينوى المحلية تعمل بكل القطاعات وكل المجالات. واحد من هذه المجالات هو تنظيم حياة المواطن أينما كان، الفلاح، المزارع، التاجر، سائق التريلا. إذن هذه كلها مسؤولية حكومة نينوى المحلية متمثلة بالمحافظة ومجلس المحافظة. في نفس الوقت موضوع الاعتداء الذي حصل بين الأجهزة الأمنية، هذا الموضوع سيحل عن طريق القضاء العراقي والفيصل في اتخاذ الإجراء المناسب في هذا الموضوع. ولكن نحن على العموم نقول ندعو أخواننا سواء المتظاهرين في هذه المنطقة أو المتظاهرين في موقع آخر بأن أبواب المحافظة مفتوحة، عليهم أن يقدموا طلباتهم الحقيقية، وأن الحكومة الحالية هي جاهزة للاستماع لكل مطلب وحل المشاكل والمعوقات وفق القانون وبما قره الدستور العراقي. هذا من جانب. من جانب ثاني نحن علينا أيضا، هناك مع الأسف كما أكدوا كثير من السواق، هناك كثير من عمليات الابتزاز تمارس من قبل البعض أضعاف النفوس. أيضا نحن سيتم عقد اجتماع أمني لوضع آلية معينة حتى نمنع الرشاوي والابتزازات التي تقع في مثل هذه المناطق. نحن نريد أن نبني دولة، نريد أن نبني محافظة، علينا أن لا نسمح بكل طرق الابتزاز المالي والاقتصادي، نريد أن نحافظ على الحقوق العامة والحقوق الخاصة.